الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافثون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون